مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. حلقة جديدة من ألعاب الصلاة. ألعاب الصلاة النهاردة عندها أخبار كتيرة جدا من داخل النادي الأهلي وخارج النادي الأهلي للمنتخبات المصرية. عايز بس أتكلم على حاجة مهمة حصلت الحلقة اللي فاتت عندنا وكانت حاجة جديدة في ألعاب الصلاة. آخر فقرة في ألعاب الصلاة المرة اللي فاتت كان كابتن أمينة محمود. أنا شخصيا وأنا في النادي جالي ردود أفعال عليها كويسة قوي. حالة يوم الاثنين كابتن أمينة محمود مش هنقدر يعني تاريخ كبير وجزء يعني كبير في تاريخ النادي الأهلي في رياضة النادي الأهلي. كابتن النادي الأهلي فيه الهاندبول والباسكت والطايرة وكمان بطلة النادي الأهلي فيه 100 متر و200 متر و400 و800. الحلقة الحتة دي بالذات جالي عليها رد فعل إن فعلا يعني حاجة كويسة اللي احنا دايما نجومنا اللي عملوا تاريخ في النادي الأهلي يكونوا متواجدين معانا. متواجدين معانا هنا في قناة الأهلي لأن زمان ما كانتش عليهم أضواء، كان زمان آخرهم الجرنان بس هو اللي بيكتب عليهم، ما كانش فيه مواقع، ما كانش فيه قنوات فضائية، ما كانش فيه قناة للنادي الأهلي. وكانت لو كانت فيه قنوات للنادي الأهلي كان التاريخ اتكتب بشكل مختلف في الرياضة في النادي الأهلي، لكن احنا إن شاء الله دايماً هندور على كل نجومنا اللي عملوا تاريخ في النادي الأهلي وهنجيبهم لجمهور النادي الأهلي عشان يعرفوهم، عشان يعرفوا قيمة لاعبين كبار جدا حققوا إنجازات وبطولات في تاريخ النادي الأهلي. خلينا نبدأ أخبارنا ونبدأ أخبارنا من مع سيدات السلة، سيدات السلة وبداية الدوري وبداية الدورة المجمعة. سيدات السلة بتلعب في دوري المرتبط اللي هي كانت حامل اللقب، حامل اللقب النهارده بيلعب مع نادي الصيد، بيلعب معاه مباراتين. مباراة في نادي الصيد اللي هو مباراة المرتبط بتلعب في نادي الصيد، اتلعبت المباراة ولسه لغاية وقتنا هذا المباراة شغالة، وفي مباراة تانية الساعة 8:30 وهي مباراة الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي. الأهلي محتاج يكسب ماتش بس واحد من الماتشين لضمان صدارة المجموعة. فريق الباسكت أكيد هنقول اللي هو الطعم بشاكيلة نان، شاكيلة نان دخلت سريعا داخل الأجواء ودخلت في أسرة النادي الأهلي كرة السلة سيدات وفعلا ما شاء الله عليها، لكنها بتلعب من فترة كبيرة جدا. كابتن علي قدر يعمل دمج بينها وبين لاعبي النادي أو لاعبات النادي الأهلي. لكن في تصريح لكابتن علي هاشم، كابتن علي هاشم بيؤكد أن سيدات السلة بيواصل أدائهم المتميز في دوري المرتبط. كان أول مباراة لعبوا مع نادي الزهور وفازوا 88-43، نتيجة ثقيلة، لكن نادي الزهور مش من الأندية المرشحة، لكن أكيد هو نادي بيلعب في الدوري، دوري المرتبط اكيد بيحترم كل الانديه، لكن الفريق كبير، فريق الاهلي ادى مباراه جيده جدا جدا جدا. لكن خلينا سريعا عشان دلوقتي وقتنا سريعا جدا مع ناخد كابتن علي هاشم قبل لقاء الاهلي والصيد من صاله الاهلي. كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق كره السله سيدات، بنرحب بيك. كابتن خالد ازي حضرتك؟ الحمد لله. سريعا كابتن علي، لسه بقول ان شاكيلة نان دخلت داخل الفريق وانت يعني الاداء متميز، انت بتشكر كل اللاعبين وشايف الاداء في دمج حصل في اللاعبين او اللاعبات في النادي الاهلي، عايزين نعرف راي حضرتك ايه. والله يا كابتن خالد احنا بدانا لعبنا دورتين هنا ودورتين لعبناهم في النادي. الحمد لله لحد دلوقتي ماشيين كويس. هايل. الحمد لله فرقه المرتبط كمان كسبت، بقى لنا 5 دقايق كسبنا 10 بونت. كويس. يعني الولاد عملوا جود جيم الثالث والرابع، كنا خسرانين 10 بونت وبعد كده عوضوا الحمد لله. فالجيم دلوقتي بس احنا طبعا يعني يعتبر تحصيل حاصل، خلاص احنا اول المجموعه، بس طبعا احنا يهمنا نكسب وهنشتغل نفس شغلنا اكنه جيم فاينل بالظبط. الماتشات اللي بعد كده اتحددت، خلاص هناخد 6 اكتوبر في دوري في دور ال 16. هايل. المفاجاه بقى اللي احنا هناخد سبورتنج بدري السنه دي في دور الثمانيه. المقابله بتاعت معاك في نادي سبورتنج في دور الثمانيه. بالظبط كده. طيب قول لي مباراه النهارده استعديت لمباراه النهارده ازاي؟ نادي الصيد اكيد نادي بنحترم كل الفرق واكيد ليك هدف النهارده وتارجت من مباراه الاهلي ونادي الصيد. انا لسه مخلص محاضره والله يا كابتن خالد دلوقتي. في فرقه ست فرقه محترمه جدا. فرقه ومدرب كويس قوي. دكتور محمد حامد، عاملين على قد الامكانيات، عاملين جود جوب. عندهم تارجت برضه اللي هم يوصلوا الثمانيه. الدوري السنه دي مختلف، ان اي فرقه ممكن تكسب اي فكره، ان الاجانب كمان معليين الدوري جدا السنه دي. في ناس دعمت، الناس كلها دعمت، فالدوري السنه دي صعب جدا. ما حدش يقدر يجزم الدنيا رايحه فين ولا الدنيا رايحه لمين. يعني انت شايف ان دوري السنه دي دوري صعب او دوري قوي بسبب دخول الاجانب الى الفرق، يعني كل الفرق دعمت بالزبط. في المرحله اللي فاتت كابتن علي بالزبط. كل امنياتنا طيبه ليك،
كل يا رب باذن الله في المرحله الجايه باذن الله دايما نبارك لك ودايما متابعينك وان شاء الله توفق في مباراه النهارده. ربنا يخليك يا كابتن خالد، دعواتك يا رب. شكرا يا كابتن علي. اكيد زي ما احنا سمعنا من كابتن علي هاشم المدير الفني هو بيتكلم ان هو محترم جدا نادي الصيد، قال ان هو فرقه كويسه، هو هيلعبها كمان اقل من ثلث ساعه، اكيد هو بيحترم كل الفرق لان فعلا الفرقه كلها دعمت بلاعبات اجانب، فاكيد الدوري اكيد هيختلف، هيكون ليه شكل مختلف وطعم مختلف، تقارب المستوى ده في الدوري الباسكت عامه سيدات ورجال بيكون دوري قريب شويه، لكن الفارق بيفرق جوه المباراه، حاله اللعيب النفسيه والفنيه بتفرق داخل المباراه، ان شاء الله دايما ربنا يوفقهم وباذن الله نبارك لهم بعد مباراه النهارده بفوزهم على نادي الصيد باذن الله. لو سيبنا فريق كره السله سيدات هنروح لفريق كره السله رجال. برضه بيلعب في دوري المرتبط. النهارده بيلعب هيئه قناه السويس. فريق المرتبط خلص المباراه بنتيجه 92-39، ما شاء الله سكور كبير، سكور واسع بيدل على قوه فريق المرتبط في النادي الاهلي. والاهلي بيتلعب مبارياته في صاله 6 اكتوبر. الاهلي كسب كل ماتشاته على مستوى الشباب والفريق الاول، والاهلي معاه في المجموعه اصحاب الجياد وسبورتنج والقناه، واعتقد ان فريق سبورتنج هو أصعب فريق مع النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي قدر يكسبه في المرحلة الأولى 99-90، بتكلم على مرحلة الرجال. بنتمنى فريق السلة بعد كل التدعيمات اللي دعموها السنة دي، مجلس الإدارة دعمها والنشاط الرياضي دعمها والوجود كابتن أشرف توفيق، إن شاء الله بإذن الله يكون موسم جميل وموسم حصاد بطولات لفريق كرة السلة في النادي الأهلي بإذن الله. هنسيب كرة السلة رجال وهنروح لكرة اليد. كرة اليد الدوري واقف، الاهلي كان رابع الدوري بسبب ان هو لعب 7 ماتشات، خسرنا مباراه، كسبنا 6 وخسرنا مباراه، لكن يوسف معرف، يوسف معرف لتونس مع منتخب تونس، يوسف معرف لاعبنا المحترف من تونس ولاعب الدرجه الاولى في النادي الاهلي، كل ده عشان تحضيرات البطوله الافريقيه. منتخب تونس عامل تحضيرات في الوقت ده لان البطوله متوقفه، متوقفه في مصر ومتوقفه في تونس بسبب البطوله الافريقيه اللي بتقام في راس فيرد او الراس الاخضر في كاب فيرد عفوا، والاهلي مش مشارك فيها، فالدوري واقف في هذه المرحله. البطوله بقى بنتكلم على تحضيرات كمان منتخب مصر ومنتخب تونس، يوسف معرب بيسافر لتونس عشان يخش في معسكر مع منتخب التونسي اللي بطوله افريقيا هتقام على ارضه وهي فيها بطل افريقيا وكمان التصفيات الاولمبيه. معرب هيرجع بعد اسبوعين من دلوقتي، هيرجع تاني مره تانيه ويخش مع قائمه النادي فريق النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هيبدا دوري مره تانيه في اخر في الجوله يوم 31 ان شاء الله باذن الله اكتوبر مع نادي او فريق 6 اكتوبر باذن الله. اكيد فريق الاهلي وهو بيدعم دعم لسه متعاقدين اول امبارح مع سيف هاني لاعب نادي الشمس مواليد 2000، دعموا اكيد صفقه قويه واضافه قويه، لعيب جاي من نادي الشمس، لعيب اكيد هيضيف للنادي الاهلي اكيد كثيرا، بنقول له الف مبروك، نتمناه باذن الله يكون عند يعني حسن ظن الجميع بيه، وباذن الله يكون اضافه وتدعيم قوي جدا لفريق النادي الاهلي في المرحله اللي جايه باذن الله. ممدوح طه محيرنا برضو فريق كره اليد، ممدوح طه، ممدوح طه لاعب الدرجه الاولى في النادي الاهلي مصاب. الراجل قعد تقريبا 7 ماتشات اللي فاتوا من اول الدوري، جاله قرحه في الركبه فقعد، اصابه، عمليات علاجيه، في عمليات استشفائيه، حاجات كتيره، لكن في الاخر ممدوح طه ان شاء الله باذن الله يشارك في المرحله اللي جايه باذن الله مع فريق الاهلي. لسه قدامنا تقريبا 3 اسابيع على مرحله الدوري، واولا لاندجرين المدير الفني حريص على الدفع بيه في التدريبات الجماعيه، خلاص دخل التدريبات الجماعيه، دخل في وسط الفريق، هو بيقول عليه ان هو يعني الراجل يعني بيستنى منه الكتير جدا. ان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه في مباراه وديه لفريق كره اليد هيكون مشارك فيها ممدوح طه باذن الله. نتمنى فريق كره اليد لان كان عنده اصابات كثيره في المرحله اللي فاتت، باذن الله نتمنى له برضه ان هو في المرحله اللي جايه يكون كامل العدد، وان شاء الله باذن الله بالتدعيمات يكون شكل مختلف باذن الله في فريق النادي الاهلي لكره اليد. هنروح لخبر مع كره اليد سيدات، هنسيب الرجال وهنروح لكره اليد سيدات. الاهلي بيجهز لمباراه السنطه، السنطه هيلعبوها ان شاء الله في الجوله الثانيه في هيلعبوها في صاله نادي طنطا باذن الله يوم السبت اللي جاي، الاهلي ومع نادي السنطه في دوري الممتاز
في دوري الممتاز لكرة اليد سيدات. الأهلي كان في المرحلة الأولى فاز على نادي شامبيون الرحاب 30-9، الفارق كبير جدا. المباراة كانت فعلا الرحاب لسه أول مرة يشترك في دوري عمومي السيدات، لكن فريق الأهلي برضو بقوته اللي احنا عارفينها وما شاء الله عليه دخل في الأجواء على طول وقدر يكسب نادي شامبيون 30-9. الأهلي عنده غيابات كتيرة جدا وغيابات كثيرة، ست لاعبات في النادي الأهلي بيغيبوا بسبب الإصابات، منهم سارة الخولي، نصر عيد، وسارة حسام، منة خالد، يارا شحاتة، ياسمين عبد الرحيم. ست إصابات، موضوع كبير جدا، لأن هو في الآخر يعني تقريبا تلت الفريق تقريبا مصاب. فالموضوع لازم كنا نشوف ونستقبل مكالمة مع كابتن ياسر صلاح عشان يحكي لنا ست إصابات، هل هو مشكلة فنية ولا هي مشكلة إيه بالظبط؟ كابتن ياسر صلاح المدير الفني لفريق كرة اليد السيدات، مساء الخير. نورك كابتن خالد، منورنا على شاشة الأهلي. ويعني بنقرا خبر لقينا ست إصابات عندك داخل الفريق وأنت داخل في أول السيزون، الموضوع شكله إيه يا كابتن ياسر؟ طمنا على الست لاعبات. والله يا كابتن خالد الإصابات ديت طبعا أنت عارف من السنة اللي فاتت احنا كنا مخلصين الدوري، كانت نصر اتعمل عملية في صباعها وكملت الدوري ورجعت تاني اتخبطت فيه في أثناء مباراة وعملنا العملية وربنا يسهل إن شاء الله، يا قدامها حوالي شهر أو شهر ونص وتنزل الملعب معانا بإذن الله. أكيد يارا شحاتة نفس القصة برضو، جالها رباط صليبي في ماتش سبورتنج السنة اللي فاتت، برضه ان شاء الله تبقى موجوده في خلال شهرين بكتير باذن الله الملعب. وعندي طبعا كان ساره حسام برضه نفس القصه، كان عندها صليبي من السنه اللي فاتت وهترجع برضه في خلال شهر باذن الله. عندي بقى ساره الخولي كنا مستنيين شويه السنه اللي فاتت، كان عندها نتش في الرباط الخارجي تمام، والحمد لله قدامها حوالي 15 يوم وتبقى موجوده معانا في الملعب. ساره حسام برضو زي ما قلنا قدامها حوالي 15 يوم. ياسمين عبد الرحيم من الاصالك ياسمين عبد الرحيم ومنا خالد. لا منا خالد في ماتش الشمس اللي فات ده بس جالها السمانه تمام، بس باذن الله في خلال 10 ايام بالظبط، يعني بفضل الله حوالي 4 ايام او 5 ايام وتنزل الملعب. ياسمين عبد الرحيم برضو في ماتش الشمس الخلفيه وان شاء الله قدامها 3 4 ايام وتنزل الملعب. طبعا هو اصابات كتير بس الحمد لله احنا بنات النادي كتير كلها ما شاء الله قاعده كبيره وانا الحمد لله انت عارف ان انا ما بعتمدش على لعيبه بعينها. انا عندي فرقه 2000 وعندي 2002 فكل دول كنت انا مجهز لاي طوارئ من الكلام دوت، والحمد لله سدينا وعدينا الدور الاولاني من منطقه القاهره مركز اول الحمد لله. اكيد خبرات اللاعبات دول يا كابتن ياسر، يعني سته من خبرات الفريق يعني حاجه كبيره جدا، الناشئات معوضين الفارق ده فارق خبرات ولا يعني قادرين يواجهوا بس الماتشات الموجوده؟ هما بنتكلم بامانه احنا بنواجه بس الماتشات الموجوده وباذن الله انت عارف ان الدوري السنه دي دوري قوي. بعد رجوع برضو فرق دعمت كتير زي فرقه الزمالك، فرقه الشمس، فرقه سبورتنج، كل الناس دي جزيره، كل دي الناس دي دعمت ناس من بره واحنا مدعمين بولادنا الصغيرين. اكيد وجود 16 فريق في الدوري، اكيد الدوري ده دوري قوي جدا، تدعيمات الفرق، شايف من وجهه نظرك مين الفرق المنافسه يا كابتن ياسر السنه دي لفريق النادي الاهلي، مع ان ما شاء الله اربع بطولات السنه اللي فاتت اللهم لا حسد، باذن الله نتمناهم برضو السنه دي اربع بطولات، شايف المنافسه مع مين؟ باذنك يا رب. انا شايف ان الدوري السنه دي شمس فرقه كويسه محترمه، سبورتنج وسموحة، جزيرة، رجوع الزمالك عمل مفاجأة في أول الدوري إن هو كسب فرقة زي فرقة الشمس مش سهلة، ده هيدي شكل للدوري شكل تاني خالص. لا الدوري السنة دي فيه حوالي 7 فرق هيبقى هينافسوا.
باذن الله سبع فرق هينافسوا، شايف شكل المنافسه ان سبع فرق هينافسوا، هل ده رايك بصراحه يفرز عن وجود منتخب سيدات قوي لمنتخب مصر؟ اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وناخد الخطوه دي، الخطوه دي مهمه جدا. الناس لازم تستغل الدوري السنه دي، الاتحاد لازم يستغل الكلام دوت، ان فرق بترجع تاني، يعني معناها ان دوري الدرجه الاولى للبنات بقى ليه شكل. الناس بدات تهتم، بدات تدعم، بدات تشتري. انا شايف ان لا، لازم الخطوه دي تتاخد وهتدي دعم اكتر. وزي ما احنا قلنا وقلت كتير في الكلام دوت، ان افريقيا كلها عارفين انها طبعا بنيان قوي، فرق قويه. اعتمدت على الكبار بتوعهم. والكبار بتوعهم دلوقتي خلاص تقريبا يمكن ثلاث ارباعهم بطل. اعتقد ان خطوه كويسه لازم تتاخد فورا، ان احنا نعمل منتخب كبير ويبقى لينا ارضيه كويسه. تمام يا كابتن ياسر، سؤال اخير عن وجود محترفين في الدوري المحترفين لكره اليد الرجال، رايك دخول محترفات في دوري كره اليد السيدات هيضيف لي ولا بناتنا قادرين او سيداتنا قادرين ان هم يكملوا بالشكل ده؟ بص يا كابتن خالد، هو طبعا بناتنا قادرين وكل حاجه، بس الناس اللي محترفه من بره هتضيف قوه الدوري اكتر. بس يعني انا عايز الاتحاد ان هو يراعي التكاليف بتاعت البنات تبقى اقل شويه من الرجال. انت عارف انت المحترفين بتدفع عليهم فلوس، فعشان الدوري ويوقف فعلا الدوري قوي لازم يقلل التكاليف شويه عشان تقدر الناس تجيب. يا رب باذن الله كابتن ياسر، نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك ان شاء الله باذن الله كل جماهير النادي الاهلي يعني حاطين او شايفين ان فريق كره النادي السيدات دايما بيفرحهم، يا رب باذن الله تفرحونا في اخر السيزون. بنشكر كابتن ياسر صلاح المدير الفني لكره اليد السيدات في النادي الاهلي، اللي هو اتكلم على نقط مهمه جدا، ان الفرق كلها دعمت، ان في منافسه السنه دي، المنافسه شكلها اختلف او اختلف السنه دي بسبب برضو ان في اجيال طالعه من تحت، واعتقد ان الاهتمام الانديه عمل بيعمل المنافسه، وان شاء الله باذن الله برضو لو في منافسه برضو مستني منكم ان شاء الله الاربع بطولات في السنه دي باذن الله. هنسيب كره اليد سيدات وهنروح للكره الطايره رجال، وكره الطايره يعني منتخب مصر بالاخص الكره الطايره رجال بيحتل المركز الثامن في مونديال كره الطايره اللي مقام في اليابان. بدأوا كويس قوي جدا جدا جدا، كسبوا استراليا في ايران، لكن رجعوا تاني مستوى شويه نزل، او بصراحه شديدا نقول ان مستوى بعيد، يعني مستوى قوي جدا. قابلنا البرازيل، خسرنا من البرازيل في كندا، في روسيا، في ايطاليا النهارده الفجر، خسرنا النهارده من ايطاليا الفجر 3-0 بنتيجه اشواط 25-19 25-21 25-22. اكيد نجومنا عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وحسام ويوسف واحمد سعيد واحمد ومحمد عادل وكل ابطالنا هناك ما شاء الله. من وجهه نظر الناس الفنيين بيقولوا ان هم فعلا قدوا مباريات قويه جدا، لكن اكيد فرق الخبرات، لان احنا مش دايما في الكره الطايره متواجدين، بنسافر كتير ونطلع. اتمنى الاتحاد الطايره يطلع باللاعبين، بالذات ان في منتخب كسبان رابع او فاز او حقق رابع العالم مع المنتخب الكبير، يحصل دمج ويبتدي يطلعوا لمعسكرات خارجيه عشان يقدروا يحققوا لمنتخب الكره الطايره تاريخ باذن الله في المرحله الجايه، وبالاخص ان هم داخلين على بطوله او التصفيات الاولمبيه فين؟ في مصر، اللي هي رايحه طوكيو 2020. نتمنى منهم باذن الله ان يكون اعداد قوي، اعداد يؤثر جدا جدا، عشان نقدر يكون عندنا كم كبير من اللاعبين، لان اهم حاجه في مرحله اللعيب او عند اللاعب بالذات وجوده داخل المحفل الاولمبي، لان هو ده اعلى حاجه في الرياضه في العالم. مصر بكره هتلعب مع بولندا باذن الله الفجر، برضو الماتشات بتذاع كلها، فالفجر باذن الله اكيد نجمنا احمد صلاح عامل مستوى رائع جدا، احسن ضارب في اوروبا، احسن ضارب في العالم في بطولات العالم، وفعلا مستوى البطوله دي في دويتو قوي جدا بين عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، عاملين شغل كويس، ناس كتيره بتتكلم عليه، وحتى سايت الاتحاد الدولي لكره الطايره بيتكلم على لاعبين مصر بشكل مختلف، ما شاء الله عليهم. نتمنهم باذن الله لما يرجعوا يبتدي يكملوا المسيره مع ابطال النادي الاهلي، لان هم ابطال الذهب في النادي الاهلي في الكره الطايره. هنسيب الكرة الطايرة وهنروح للسكواش ونجمنا كريم عبد الجواد. كريم عبد الجواد رابع العالم في التصنيف،
هو دلوقتي بيلعب بطولة في أمريكا، بيقابل اللعيب البطولة دي بإقامة من يوم 5 إلى 12 أكتوبر، بيقابل بطل بيرو دييجو ألياس في دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة. كان تنصعد على حساب جريجوري مارشيه الفرنساوي بنتيجة 3-0، لكن في الدور اللي قبليه على طول في دور 32 اتقابل هو ومصطفى عسل في دور ال 32، وخرج نجمنا الكبير كابتن مصطفى عسل كابتن وهو بطل العالم للناشئين والشباب ما شاء الله عليه، لكن القرعه حطتهم قدام بعض في هذه البطوله، واكيد كنا نتمنى ان القرعه مش في دور ال 32 يتقابلوا شويه في دور 8 او دور الاربعه، لكن قدر الله ما شاء فعل. بنتمنى التوفيق لمصطفى عسل، بنقول له هارد لك على خروجك من دور ال 32، لكن بنقول لكريم عبد الجواد ربنا معاك شد حيلك، كلنا متابعينك وكلنا عايزينك تكسب بطولة أمريكا المفتوحة بإذن الله عشان يحصل تقدم في الترتيب العالمي للعيبة المصريين اللي هم معظمهم داخل من الأول 10 في العالم. أكيد لو رحنا برضو لو سيبنا كريم عبد الجواد هنروح لمسابقات السيدات برضو في بطولة أمريكا المفتوحة، بتشترك نجمتنا ياسرب عادل، لكن بدري ياسر عادل ما قدرتش برضه قبل في دور ال 16 كابتن رنيم الوليلي وخسرت منها وطلعت من البطوله بدري، لكن برضه اكيد بقول لها هارد لك، لسه في بطولات جايه، لسه عندك ماتشات، كلنا وراكي وبنقول لك شد حيلك، لان السكواش فعلا بيفرح لعيبه النادي الاهلي، بيفرحوا مصر في كل المراحل، وفي نفس الوقت برضه بيسعدونا بفوزهم بالبطولات. هنسيب السكواش وهنطلع على الكاراتيه. الكاراتيه يعني رقم واحد هي أسرة جميلة جدا داخل النادي الأهلي، أسرة الكاراتيه بالذات كلهم كل اللاعبين اللي بيلعبوا أعضاء في النادي الأهلي، أسرة كبيرة بتتكون حوالي من 5000 لعيب، منظومة كبيرة بقيادة دكتور مراد عاصم. فعلا أنا اتعاملت مع دكتور مراد وشفته واشتغلنا مع بعض ما شاء الله عليه، منظومة متحركة يعني مش محتاجة حد يحركها، محتاجة بس إن كل واحد في هذه المنظومة عارف دوره ورايح وجاي منين، بيعملوا تصفيات والتصفيات دي عشان يشوفوا مين الشباب او الشابات اللي هيشتركوا في الدوري الممتاز في المرحله الجايه. عندهم نظام ان هم بيصفوا الفرق او بيصفوا اللاعبين كذا مرحله، صفوا مرحله ودخلوا في المرحله الثانيه، في التصفيه الثانيه بياخدوا 20 لاعب و14 لاعيبه عشان يخشوا في التصفيه النهائيه بعديها ياخدوا 10 لاعبين و10 لاعبات، وكمان ما بيحكموش، يعني الجهاز في النادي الاهلي ما بيحكمش، بيجيب محكمين من خارج النادي يحكموا الماتشات دي، منهم حاجتين، اللعيب يعتاد على جو المباريات ودي حاجه مهمه جدا في اللعيب الفردي ان هو يحس ان هو داخل مباراه رسميه مع لعيب في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بيكون هو فير جدا، اللي بيكسب هو اللي بيخش، فدي حاجه كويسه جدا بتحسب اكيد لجهاز الكاراتيه على مر السنوات، واكيد جهاز الكاراتيه عنده ارقام كثيره وابطال عالم كثيره، وانهم لازم تكونوا للامام باذن الله. ده بالنسبة للكاراتيه. كابتن جيانا فاروق أو دكتورة جيانا فاروق اللي كلنا بنعملها سبورت ليه؟ علشان هي إن شاء الله بإذن الله كلنا بنتمنى وجودها داخل المحفل الأولمبي، بتتعب بطلة عالم، بتلعب على مراكز تاني تالت وتطلع أول وهكذا، في لفة في راوند بيحصل، لكن كلنا آمال إن دكتورة جيانا فاروق أو كابتن جيانا فاروق تخش المحفل الأولمبي وتعلق ميدالية أولمبية ان شاء الله باذن الله، كلنا بندعمها. هي لسه لعبة بطوله، لسه راجعه من روسيا، لسه حالا يعني لسه ساعات قليله لعبت في روسيا، لكن الحظ ما حالفهاش في البطوله دي، لان مش كل بطوله بتكسب، لكن ما فيش مشكله خالص، لكن هي رجعت من هناك شكلها متضايق، صرحت وقالت تصريحات شويه، انا بقول التصريحات اللي الدكتوره جيانا فاروق صرحتها، قالت هي ان في مشكله في الجهاز الفني بصراحه، بطله محققه، عندها انجازات، عندها ميداليات، والنهارده هي لان اللعيب الفردي بالذات لو كلمنا عليه هو شايف التعامل مع الجهاز الفني، هي عندها مشكله، لان النهارده مش النهارده جيانا فاروق اللي بتتكلم، عمرها ما اتكلمت، لكن لما اللعيب يوصل لمرحله الكلام تعرف ان اللعيب ده عنده مشكله، لان عمره ما حد سمع لها صوته، على طول بتلعب، على طول بتكسب، واعتقد دي من البطولات القليله كثيرا جدا ان جيانا فاروق تخرج مش كسبانه فيها، وعندها ارقام كبيره وعندها بطولات كتيره، فاتمنى بس ان الناس تبص لها بصه مختلفه في اتحاد الكاراتيه بالذات، ان يشوفوا هي في ايه المشكله، ايه المشكله اللي عندها، لان فعلا هي لو جابت ميداليه هتنسب لاتحاد الكاراتيه، هتنسب لمصر، فاكيد كلنا لازم نعمل لها سبورت والدعم المعنوي الكافي ليها، الدعم المعنوي والدعم الفني قبل الدعم المعنوي، لان هي بتقول ان كان في مشكله في الجهاز الفني. للاسف هم بيقدروا يطلبوا التحدي ليها، بيقول لك هي
بيطلبوا منها التحدي، لكن في اوقات مش مناسبه. فنتمنى بس الاتحاد الكاراتيه يعني كده كلمتين ان اتحاد الكاراتيه يشوف مشكله الكابتن جيانا فاروق، لان في الاخر كلنا عايزين جيانا فاروق واقفه فين؟ واقفه في طوكيو 2020، مش واقفه بس، بتحقق كمان ميداليه، واول ناس هتنسب لهم الموضوع اكيد اتحاد الكاراتيه. نتمنى لها التوفيق باذن الله في المرحله اللي جايه. هنسيب دكتوره جيانا فاروق وكابتن جيانا فاروق بطلتنا الكبيره، وهنروح لبطل برضو من ابطال النادي الاهلي وبطل كبير خبره كبيره، الاسطوره في التنس طاوله، كابتن سيد لاشين. كابتن سيد لاشين السنه دي بيطلع لاسبانيا بيحترف. تخيلوا لما لعيب يكون عنده 40 سنه ويحترف ويجي له احتراف بالاسم ويطلبوه ان هو يقول احنا عايزينك انت اللي تحترف. وكان طبعا اكيد ناس مش ناسيه البطوله العربيه، مش ناسيه الماتش التاريخي اللي كابتن سيد لاشين عمله. كابتن سيد لاشين احترف في مع فريق اسيسي بورجيس في اللي بيلعب في الدوري الاسباني، النهارده بيلعب مباراه قدام فريق ارتيل، والماتش بدا الساعه 6. هو احنا بنحاول نجيبه او نتكلم معاه، يعني قال لنا بس لو الماتش خلص هنقدر نخش معاك مداخله، عشان اكيد عايزين نشوفه او نعرف اخبار كابتن سيد لاشين ايه بالظبط بره، الوضع شكله ازاي. لكن الناس وكل السوشيال ميديا في اسبانيا بتتكلم على اسطوره التنس طاوله في النادي الاهلي واسطوره التنس طاوله في مصر وافريقيا، كابتن سيد لاشين شايفينه بشكل مختلف، شايفينه ان هو عنده 40 سنه بيؤدي اكنه عنده 20 سنه، لاعب في 20 سنه. بنقول لكابتن سيد لاشين كل امنياتنا الطيبه ليه، كل التوفيق ليك يا كابتن سيد، لان فعلا انت فخر للنادي الاهلي وفخر لمصر بوجودك محترف في الدوري الاسباني. معانا تقرير، لازم بس معلش انا عديت حاجات كتيره لان الاخبار قدامي كتيره، لكن معانا تقرير مهم، نروح لتقرير عن الكاراتيه في النادي الاهلي وترجعوا لنا مره ثانيه. النهارده بطوله تصفيات اختيار فريق دوري الناشئين والناشئات. احنا السنه اللي فاتت خدنا الحمد لله درع الدوري الممتاز ناشئين وناشئات، واحنا النهارده في خطه اعداد المحافظه على اللقب ان شاء الله بتاع الموسم اللي فات. بدانا الاعداد للتصفيه دي من شهر 7 اللي فات، تجميع اللاعبين اللي هم مراحلهم السنيه بتنطبق عليهم الشروط الدوري. بدانا نوزع مع المدربين وبدانا دخلنا الاول ب 40 لاعب في كل مرحله. والنهارده بنعمل تصفيه تمهيديه اولى، هنختار من كل عدد حوالي 20 لاعب او 15 لاعب، بنصفيهم مرحله ثانيه اخيره لغايه 10 لاعبين. هي النادي كلها هي اصلا تصفيه تبنيه النادي الاهلي مع بعضيهم، هي النادي الاهلي كلها ببعضيها. احنا بناخد ولادنا بنصفيهم بنخرج مجموعه بره، بنكمل من المجموعه الثانيه لغايه التصفيه الثانيه ان شاء الله. الحمد لله جهاز الكاراتيه يوم بعد يوم بيتربى على عرش مصر كلها. لسه امبارح او اول امبارح طلع نتيجه الموسم اللي فات، النادي الاهلي جايب مركز اول برصيد 900 نقطه، المركز الثاني جايب 300 وحاجه. جدا الحمد لله رب العالمين. كذلك على مستوى الجمهوريه احنا من الاول، وبرده فرق بيننا وبين الثاني مش اقل من 400-500 نقطه، فالحمد لله النادي الاهلي سباق في الموضوع دوت، والحمد لله بمسافه بعيده جدا بعيده عن المنافسين، بس احنا ما بنشتغلش على كده. يعني انا دايما بقارن النادي الاهلي بنفسه مش بقارنه بحد، يعني احنا السنه اللي فاتت جبنا 900، احنا السنه دي بنشتغل احنا نعدي ال 1000. بس احنا السنه اللي فاتت جايبين الحمد لله 40% من اجمالي نتائج القاهره. انا السنه دي البلان بتاعي ان انا اجيب 45%. احنا بدانا فعلا بالفعل دوري الشباب والشابات الاسبوع الاول، عندنا ان شاء الله باذن الله على اول 11 هتبدا المنافسات بتاعتنا بدوري ممتاز الرجال والانسات. زي ما شفنا كابتن محمد مدير جهاز الكاراتيه بيتكلم، كابتن محمد حسن بيتكلم على الكاراتيه وبيتكلم على البطوله اللي بيعملوها في النادي الاهلي علشان يفرزوا منها لاعبين يروحوا يلعبوا في الدوري الممتاز. كل امنياتنا الطيبه بالتوفيق ان شاء الله لجهاز الكاراتيه. نترك اخبار النادي الاهلي وهنطلع ليه اخبار منتخب او لعيبه مصر في البطولات المختلفه. كابتن رمضان درويش بيحتل المركز الخامس في بطولة الجائزة الكبرى في البرازيل في الجودو. كابتن رمضان درويش أحد نجوم مصر ولاعب المنتخب الوطني بيحتل المركز الخامس في وزن تحت 100 كيلو. كابتن رمضان المباراة دي كانت مباراة تحديد الـ يعني بيجي هو في الجودو عندهم أول وتاني،
لكن الثالث والرابع والخامس والسادس بيلعبوا مباراتين على التصفيات. في الاخر طلعت مباراة واحدة بس، أو طلع عفوا طلع على المركز الخامس كابتن رمضان درويش، وأكيد ده مركز متقدم ليه إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة جدا. كل الناس بتسبورت رمضان درويش عشان برضه هو إن شاء الله في طريقه إلى طوكيو 2020. الألعاب الفردية ألعاب مهمة جدا جدا جدا، تكون متواجدة ويكون ليها دعم خاص، عشان الألعاب الفردية دي إن شاء الله بإذن الله هي الطريق إلى ميداليات في ان شاء الله دوره الاولمبيه في طوكيو 2020. هو قرب جدا للتاهل كابتن رمضان درويش. هنسيب كابتن رمضان درويش وهنروح لمنتخب الريشه، وبرده بيعمل دوره بيسافر الى بيشارك في بطوله البحرين الدوليه، ويشارك في بطوله البحرين الدوليه عشان عنده استعدادات دوليه في المرحله اللي جايه، بيسافر الى البحرين او يرجع يستعد الى او هو بيستعد لبطوله مصر الدوليه المقامه في مصر. اكيد بيشارك من 9 ل 13 اكتوبر في البحرين، بطوله مهمه جدا لمنتخب الريشه لمنتخب مصر. اللعيبه بتضم المنتخب مصر بيضم رامي ابراهيم مدير فنيا، واللاعبين احمد صلاح وادهم حاتم، هدايه حسني وضحى هاني، ودي بطوله استعدادا لبطوله مصر الدوليه. هنروح لاخر خبر، وخبر كتير اتكلموا عليه، كتير في مصر شايفين ان الخبر ده فيه شويه خطوره على الرياضه المصريه، وبالذات ان من لعبه كانت كلنا بنقول عليها ان هي لعبه مهمه تقدر تحقق في الاولمبيات اللي جايه ميداليات ذهبيه، ولعبه اتحاد رفع الاثقال. اتحاد رفع الاثقال بيقف او بيقرر تسريح لاعيبته بعد فضيحه المنشطات. حاجه كبيره جدا بتحصل، او اللعيبه مش واخده بالها ان في حاجه اسمها منشطات، في حاجه اسمها مكملات غذائيه. الاثنين ممكن يكونوا في اتجاه واحد، لكن اللعيب عشان يبرر يقول انا مكملات، هو مش عارف، هو مش عارف يقرا الموضوع. المفروض لازم اللعيب يقرا ايه ويعرض الدكاتره، وعندنا منظمه كبيره في مصر مسؤول على المنشطات ودكتورها دكتور كبير هناخده حالا، بس نتكلم على موضوع اتحاد رفع الاثقال. اللعيبه خلاص خرجت من المعسكر، اتقفل الموضوع، عارفه فجاه كده يلا اتكل على الله امشي، مفيش معسكر. ليه؟ عشان منشطات. فاحنا لازم يكون عندنا توعيه كبيره جدا لكل اللاعبين في كل المجالات في كل الالعاب. اللي عايز يبقى بطل لازم يبقى عنده عقليه مختلفه، لازم يعرف الفرق بين المنشط والفرق بين المكمل الغذائي والفرق بين اي حاجه بين اي حاجه. خلينا نطلع ليه تليفون مهم جدا، وهو دكتور اسامه غنيم. دكتور اسامه غنيم كل مصر عارفاه طبعا، بالذات ان هو في كل مشكله في المنشطات تقول لك دكتور اسامه غنيم. هو الرئيس التنفيذي لمنظمه منظمه مكافحه المنشطات النادو في مصر او نادو في مصر. كابتن دكتور اسامه مساء الخير. أنا مساء الخير يا كابتن خالد. أخبارك إيه؟ والله كله كويس الحمد لله ربنا. وحشني، بقالنا كتير ما اتكلمناش وما اتقابلناش. أكيد أكيد. طيب أكيد. ما تقابلش خير في المشاكل. في المشاكل بالظبط، يعني أنا شايفك ما شاء الله كل القنوات واخدة حضرتك بالذات في هذه المشكلة. دايماً دكتور أسامة غنيم بيظهر في وقت المنشطات وبيظهر في الوقت ده. مختلف شوية مع الناس، ليه دكتور أسامة غنيم مش متواجد داخل اللاعبين عشان يديهم توعية بشكل مختلف؟ بص كابتن، احنا اولا التوعيه احنا بنوصلها بشكل مستمر بلقائنا مع الاتحادات ومع الانديه ومع الكليات ومع الشباب، وزائد ان احنا بنبعت بشكل يومي تعميمات لكل الاتحادات ولكل الانديه وكل الحركه الرياضيه في مصر في مخاطر المنشطات. وبعدين كان موضوع المكملات الغذائيه زي ما كنت انت بتتكلم دلوقتي، ده بعتنا بيه كتير جدا لكل الاتحادات وقلنا لهم من فضلكم اوقفوا سيل المكمل الغذائي، حتى لدرجه ان احنا بعتنا لوكاله الوزاره الاداء الرياضي في وزاره الشباب والرياضه وطلبنا منهم ان هم يخاطبوا الاتحادات، يمكن يكونوا هم اقوى او اكثر سلطه على الاتحادات دي. بالظبط. قلنا لهم لو سمحتوا اوقفوا سيل المكملات الغذائيه المنتشر بين الشباب المصري وبين الرياضيين. لان طبعا انت عارف العقليه الرياضي المصري مش هيكسب بالزبط. مش هينجح، مش هيحقق اي نتيجه الا اذا استخدم مكمل غذائي. طيب سؤال مهم، انا اسف بقطع كلامك، سؤال مهم. لا لا حضرتك تقول لي بس الشباب او الرياضيين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي او اللاعبين، الفرق بين المنشط والمكمل الغذائي، مع ان سمعت حضرتك بتقول ان المكمل الغذائي برضه في جزء من المنشطات.
هو المنشطات احنا اولا هو اسم غلط، هي اسمها المواد المحظوره في عالم الرياضه، يبقى مواد محظوره لانها بتحتوي على مواد منشطه ومواد مهبطه ومواد مثبطه ومواد بتكبر عضلات الى اخره. كويس. فعشان كده احنا بنقول المواد المحظوره. تمام. اما المكمل الغذائي ده المفترض فيه ان هو عباره عن بروتين وخلافه، ولكن هي مشكلته فيه ان هو بيبقى ملوث بهرمون التستوستيرون الذكري او ببعض المواد زي اخر حاجه اللي ظهرت فيه لاعبي رفع الاثقال وكان ملوث بماده ميثايلكسينامين. المكمل الغذائي احنا بنرفضه لان الاف دي اي الامريكيه طلبت من الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات وذا انها تاخد بالها ان في 66% من المكمل الغذائي على مستوى العالم ملوث. يعني لو عندي 100 عبوه فيهم 66 عبوه ملوثه 34 عبوه سليم. تقدر تثبت لي انا واحده فيهم سليمه وانا واحده فيهم ملوثه؟ ولا حد يعرف حاجه. يبقى اذا في الحاله دي لابد ان احنا نبعد عن الشر والغدير ونقول بلاش المكمل الغذائي. من فضلكم بعتنا كتير واتكلمنا كتير، الحالات اللي تمت هنا ايقاعها هنا في مصر بسبب المكمل الغذائي اخر وقت، يمكن انتوا طبعا بدون ذكر اسماء وبدون ذكر انديه يمكن تعرف كابتن خالد اخرهم اثنين في لعبه فرديه هنا في القاهره من حوالي شهرين. وقلنا بلاش مكملات غذائيه، بلاش مكملات غذائيه، ولكن الحقيقه ما حدش عايز يسمع لنا لغايه ما بتقع بقى الكارثه زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. يقولوا خمس حالات وصلت نتائجهم والله اعلم هل ممكن يزيد الخمسه ولا لا، لان لسه بقيه النتائج ما ظهرتش. اللي واضح كده ان هي عباره عن عبوه مكمل غذائي والمجموعه الخمسه دول اخذوا منها. فاذا كان خمسه اخذوا من العبوه دي اشك ان في ناس ثانيه ما خدتش، لا اخذ. يعني الخمسه هيزيدوا اكيد خير. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان الموضوع مش خمسه، الموضوع لسه فيه في توابع. مش هيقع لان اللي انا ملاحظه كده اهو ان دي عباره عن عبوه واللعيبه كلها بتاكل من نفس العبوه دي، واخد بالك؟ وخصوصا ان كل واحد فيهم بياخد شيكر كده كل يوم الصبح قبل التمرين. طب احنا النهارده لما كل واحد ياخد شيكر طب وبقيه زمايله فين؟ خصوصا ان احنا بنسمي المنشطات دي عدوى، يعني عامله زي اللي بيكوح او بيعطس وش واحد يوم يعديه، زي ما ده خد شيكر انا كمان زي واخد زي. فطبعا الموضوع خطير جدا موضوع المكملات ده، والحقيقه احنا حاليا دلوقتي حسينا باهميه مكافحه المكملات دي. ابتدينا من حوالي اربع شهور بنعمل حاجه اسمها مكمل وطني حاليا دلوقتي. المكون الوطني ده جبنا 14 ماده وحللناهم ماده ماده لغايه ما لقينا في مادتين ما يصلحوش لان احتوائهم على هرمونات برغم ان هم حاجات طبيعيه. استبعدناهم وفضل عندنا 12 ماده، حللناهم ماده ماده طلعت سلبيين، حطيناهم مع بعض وحللناهم فطلعت ما فيهاش حاجه. هنبعتهم انجلترا خلال ايام عشان نحلل في احد المعامل المعتمده من الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، ولو طلعت العمليه سليمه ما فيهاش اي حاجه لا هرمونات ولا مواد محظوره هيتم انتاجه في احد المصانع الكبيره هنا في مصر، وهيطرحه للرياضيين عن طريق شركه الادويه اللي هتنتجه، ونامل ان هو يعني الولاد تبدا تفكر ان ده الصح لان دي حاجه طبيعيه، ونبعد عن المكملات الغذائيه اللي هي عامله لنا مشكله وعامله لنا صداع بقالها 9 سنين. هاخد من كلامك كلمة مهمة، طالعين انجلترا يتحللوا، عندنا معمل في مصر؟ عندنا معمل في مصر؟ لا ده ليه؟ المعمل ده المعمل ده المعمل الوحيد في العالم اللي يتم تحليل فيه المواد الغذائية والمكملات لحضرتك عشان يجيها، مش ده مش معمل مصطفى المشطار. تمام. يعني ده مختلف. المعمل المصري احنا مرينا خلصنا المرحلة الأولانية اللي هي الأبروفل كمان في 9/3/2018. كويس. حاليا دلوقتي هو في مرحله الاعتماد النهائي في انتظار ان بتيجي عينات خارجيه من الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات عباره عن يورين وبلاد دم، وهيتم تحليلهم وهتتبعت النتائج للواده. لها نظام كده عباره عن 10 عينات في 18 عينه في 20 كويس. عينه. بعد كده احنا بنقفل الباب ده وبيعلنوا ان احنا دخلنا في مرحله الاعتماد النهائي وممكن ان احنا نستقبل عينات من اي مكان في العالم. طب دكتور اسامه، انا عارف ان انت شخص نشيط جدا ودكتور نشيط جدا، وكل الانديه الاتحادات بتتكلم معاهم وتعرفهم معرفه شخصيه وبتروح لهم، وبعد كده برضو بيظهر لينا عينات ايجابيه في المنشطات. طب الحل ايه؟ اللي جاي ايه؟ المفروض ايه؟ عايزك تقول لهم كلمتين واضحين. اللعيبه اولا مش عايزين الانفصال اللي بيننا وبين الانديه وبيننا وبين الاتحادات طبعا. يعني على سبيل المثال النادي الاهلي كان طلب مننا ان احنا نقعد مع الرياضيين واللاعبين عنده مفروض كم عينه عنده ايجابيه. واحنا قلنا على استعداد، جهزوا نفسكم ورتبوا نفسكم،
الحقيقه انقطع في الاتصالات دي. انا دي حاجه بتزعلني انا، لان انا مش عارف. طب يعني انتوا سكوت بتتحركوا ساعه ما يحصل مشكله؟ زي ما الدوله كلها النهارده قايمه على رجل واحد علشان موضوع الخمس حالات بتوع رفع الاثقال. هل بعد كده هتناموا الامور وتنتهي كل شيء، ولا هنفضل مستمرين في نفس الحماس اللي احنا فيه ده ونلتقي مع الاتحادات ومع الانديه؟ انا عايز اقول لك كابتن خالد، احنا بنبعت لبعض مجالس ادارات الاتحادات نقول لهم لو سمحتوا تعالوا اقعدوا معانا عشان انتوا عندكم مشاكل اداريه لها يعني انعكاس على موضوع المنشطات. محدش يتحرك ولا يجي، اول ما تحصل مشكله عنده يبدا يتصل الكلب، تعالوا يا جماعه اقعدوا معانا واسالوا واعرفوا اللي انتوا عايزينه. محدش يجي. طب قول لي بقى، يعني هروح اجيب واحد واحد اضربه على ايده؟ لا، وفي منهم يقول للدكتور اسامه اصل مكافحه يعني المؤسسه ما جاتلناش، ما قعدتش معانا، مع ان انا عارف اللي انت بتكلمه كلهم. طب قول لي كده، رفع الاثقال وقف خلاص، انتهى الموضوع؟ ما فيش اولمبيات؟ ما فيش محمد ايهاب؟ ما فيش ساره؟ ما فيش بالنسبه لرفع الاثقال؟ مش هتقدر تحكم على الكلام ده لسبب. اولا في عندك قضيه اللي هي بتاعت السبع عينات اللي كانت في نوفمبر 2016. وفي الحاله دي الحقيقه اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب المصريه الاثنين رفعوا قضيه امام المحكمه الرياضيه الدوليه لايقاف عمليه الايقاف، يعني يكتسب الغرامه. الحالات الجديده اللي ظهرت دي ومفترض فيها انك انت الاتحاد المصري هياخد ايقاف مع غرامه ماليه. كويس. لكن لحد دلوقتي احنا ما نقدرش نقول هذا الكلام الا لما تجتمع لجنه الحكم او الديسيبلينري بانل التابعة للاتحاد الدولي لرفع الاثقال وتقرر الوضع النهائي. اذا اصدرت حكمها بالايقاف يبقى مش هتقدر تعمل اي حاجه، وبالتالي هتلجا الى تاني المحكمه الرياضيه الدوليه، لان الاتحاد الدولي لرفع الاثقال ما عندوش لجنه استئناف. يعني احنا عندنا في النادو في هنا عندنا لجنه عقوبات او استماع اللي هي الديسيبلينري بانل ومعاها لجنه استئناف، لو مش عاجبك الحكم من حقك ان انت تستأنف خلال 21 يوم. الاتحاد الدولي من خلال 21 يوم لو ما عجبكش الحكم ممكن انت تستأنف امام المحكمه الرياضيه الدوليه. فاحنا برضو كل ده لسه سابق لاوامه، لان برضو في عينات كثيره لسه ما جتش نتائجها. فاحنا هننتظر لغايه ما نشوف الاتحاد الدولي هيقول ايه. يعني هو هنا في الحاله دي ده الكلام النهائي اللي هيتم عن طريق الاتحاد الدولي لرفع. هو دلوقتي بس في ايقاف، لكن لسه لما نخلص كل عينات هيطلع النتيجه النهائيه وهيطلع القرار النهائي، كلام مظبوط؟ الايقاف ده عن السبع عينات اللي تم سحبها في سبتمبر 2016. كويس. مش الجديد. مش الجديد. ما تمش، خصوصا ان ماده ميثايليكسينامين دي سبيسيفايد سبستنس، يعني معناها ماده محدده ما فيش فيها ايقاف سسبنشن اللي هو احنا بنقول عليها ايه؟ الايقاف المؤقت. ولكن في احنا كل اللي يهمنا النهارده الاتحاد الدولي لما يجي يدي الحكم هيدي ايقاف للاتحاد المصري ولا لا؟ اللاعبين هيتوقفوا لا كده خلصانه. ده بالنسبه للاعبين. كويس. لكن بالنسبه للاتحاد احنا منتظرين الراي النهائي للاتحاد الدولي رفضه. نتمنى اكيد كلنا اكيد بنتمنى ان ناخد ما ناخدش ايقاف للاتحاد المصري، لان عندنا ابطال محطوطين على السكادول او محطوطين جوه النقط اللي هي تقول ان احنا نحقق ان شاء الله ميداليه اولمبيه. دكتور اسامه غنيم بنشكرك شكرا جزيلا اللي كنت معانا، وضحت لنا الصوره النهارده. واكيد انا بقول كلمه من وجهه نظري لكل لاعبينا واللاعبات، لو مش اي بلبعه، مش اي سف وخلاص، مش اي حاجه ناخدها، لان الموضوع صعب جدا. ماده واحده تخرجك بالرياضه توقفك سنتين وثلاثه واربعه عشان خاطر ايه؟ ده اسمه مكسب مزيف، مش مكسب حقيقي، لان المنشطات دي حاجه مؤذيه جدا للبني ادم، مؤذيه جدا للاعبين. في الاخر كان نجوم كبار في العالم حصل معاهم وخرجوا واتسحبوا منهم ميداليه، فالمكسب خلص، مش هيبقى محطوط في التاريخ، هيتحط في التاريخ بشكل مختلف، بشكل ماينس، بشكل مختلف عن الناس، مش هيتعلق اسمه في التاريخ في الجدول الميداليات، هيتعلق اسمه في التاريخ في جدول المنشطات. ما ينفعش. اتمنى من كل اللاعبين يتحروا الدقه، يتحروا بياخدوا ايه بالظبط، لان الموضوع ده بيخلص على اللعيبه. ان شاء الله باذن الله نتمنى اتحاد رفع الاثقال عدم الايقاف، لان عندنا ابطال كبار مستنيين منهم ميداليات في طوكيو ان شاء الله. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمتنا الكبيره اللي معانا النهارده. توفيق السيد الغباشي، فتاة تعشق التحديات، تمتلك عزيمة من حديد، تسعى دائما لتحقيق النجاح في كافة الأندية التي لعبت تحت شعارها.
من مواليد 8 نوفمبر عام 1996، بدأت مسيرتها مع الكرة الطائرة بأحد مراكز الشباب بمدينة الإسكندرية قبل أن تنتقل لنادي دلفي، ثم تلتحق بنادي الإنتاج الحربي قبل أن تتألق في صفوفه لترحل لنادي سبورتينج، ومنه انتقلت لنادي وادي دجلة وصالت وجالت نجمتنا اليوم في صفوفه، قادت الفريق لحصد وصافة بطولة كأس مصر قبل أن يتخذ مسؤول الفريق الدجلاوي قرارا بتسريح الفريق لترحل دعاء الغباشي لنادي الشمس. حققت معه العديد من النجاحات، وأخيرا انتقلت لصفوف الأهلي بعد توصية من كابتن حمد الصافي المدير الفني للفريق. دعاء الغباشي احترفت الكرة الطائرة بمختلف أنواعها سواء داخل الصالات أو الكرة الطائرة الشاطئية، كانت حديث العالم في الأولمبياد الماضية والتي أقيم بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بعدما خاضت المنافسة بمايو مخصص للمحجبات تم اعتماده من قبل الولي بعد تدخل الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. تحدثت عنه كبريات المجلات والصحف العالمية حول أنها أثارت دهشة المشاهدين حول العالم بخوضها رفقة منافستها للقطات التي تجمع الحضارات والثقافات العربية والغربية. تأمل دعاء الغباشي في حصد العديد من الجوائز الفردية والبطولات العربية والقارية رفقة النادي الأهلي بعدما انضمت لصفوف القلعة الحمراء مطلع الصيف الحالي، وسط تنبؤات للعديد من المتابعين للعبة بأنها ستكون خير داعم لفتيات الذهب حتى يحافظن على اعتلاء منصات التتويج على الصعيد المحلي والقاري. اهلا بيكم بعد ما شفنا تقرير عن نجمتنا الكبيره اللي مشرفانا النهارده واول ظهور ليها في قناه الاهلي بعد انضمامها لفريق النادي الاهلي، كابتن دعاء الغباشي نجمه مصر في الكره الشاطئيه ونجمه مصر في ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي باذن الله. كابتن دعاء منورانا ومشرفانا. ده نور حضرتك. يعني فعلا مبسوط انك تكوني معايا النهارده واول لقاء ليكي على قناه الاهلي، بس بداياتك في كره الطايره، اشمعنى اخترتي كره الطايره؟ والله بابايا كان بيلعب في مركز الشباب اللي انا اتعلمت فيه، مركز شباب يبان، فهو كان بيروح يلعب كوره وانا كنت لسه صغيره، كنت دايما بشبط ان انا اروح معاه النادي يعني كنت صغيره، فكان بياخدني معاه، فكنت وانا صغيره كنت طويله شويه بالنسبه لسني، فمدرب كابتن عصام زهران مدرب كره الطايره هو اللي شافني بقى، فقال له يعني ما دام هي كده كده بتيجي ما تخليهاش تيجي تقعد تتفرج عليك في الكوره يعني خليها تتمرن، ومن وقتها بابا بيوديني اتمرن طايره والحمد لله بعد يعني بعد فتره مش كتير خالص يعني انا اتعلمت فولي من وانا عندي 6 سنين، من وانا عندي 7 سنين بدات اروح انديه. من 7 سنين يعني كنت لسه 6 7 سنين صغيره طفله يعني وفجاه بتروحي الانديه خارجيه. بالظبط. الكره الطايره لقيتي نفسك فيها جوه مركز شباب، مين اول واحد مرنك؟ كابتن عصام زهران. كابتن عصام زهران، تقولي ايه النهارده؟ انا طبعا ده ليه فضل كبير جدا عليا ومستحيل اقدر انساه او انكره، وكابتن كان معانا كابتن سميح وكابتن حليم، هم الثلاثه بصراحه بيكملوا بعض، وفي نجوم كتير غيري في الكره الطايره طالعين من نفس المكان. هم طبعا سبب حاجات كتير جدا وسبب كل حاجه كويسه انا وصلت لها لحد دلوقتي. يعني دعاء غباشي من مركز الشباب بيبان الى النادي الاهلي ومراحل كبيره هنتكلم فيها، لكن اول يوم في النادي الاهلي استقبلت دخولك النادي الاهلي ازاي؟ يعني اول حاجه انا معظم اللعيبه بيبقوا معايا، انا اصلا بلعب اندور وبيتش فولي الاثنين منتخب، فكل اللعيبه اللي بلعب معاهم في الاهلي ما شاء الله فرقه الاهلي هي منتخب مصر. تمام. فما كانش عندي اي مشكله خالص يعني كنت انا ولعيبه كمان بس اللي زياده عليهم من نادي الشمس. طب لو رجعنا ورا وانت 7 سنين كنت بتحلمي تخشي نادي الاهلي ولا ما كانش ده التارجت لسه بالنسبه لك؟ انا هقول لحضرتك انا المفروض امضي في الاهلي من ايام كابتن ممدوح اسماعيل. ياي من بدري قوي. انا ليا استماره انضمام مع كابتن ممدوح
وهو يعني لما لقيت ان الموضوع كان صعب عليا وقتها وكنت طفله فما كنتش هقدر اجي القاهره لوحدي ما كنتش هعرف خالص، فقال لي الاستماره دي انا بمضيها بيني وبينك نفع اوكي ما نفعش خلاص، يعني مش عايز اقول من 8 سنين مثلا. طيب يعني تاريخك بيقول دلفي ثم انتاج حربي، ترجع مره تانية اسكندريه عشان تلعب في سبورتنج، ترجع مره تانية لوادي دجله، نادي الشمس، الاهلي، ست انديه في اقل مثلا من 10 سنين او 12 15 سنه تقريبا، مظبوط كده؟ ايوه. قولي لي خبرتك. في سنتين انا بطلت فيهم فولي كمان. لا 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 لازم اعرف ليه اللي حصل. وانا من سن يعني سن 10 سنين 12 سنه انا قعدت في البيت. كان في لا كان في مشكله مع المدرب اللي بيودينا نادي دلفي، حصل مشكله مع يعني رئيسه نادي دلفي فخلاص هو قرر ان اللعيبه هتقعد. كابتن عايده اسماعيل. اه بالظبط كابتن عايده. فهو قرر ان خلاص مش هيودي لعيبه هناك، هو يعني دلفي كان بياخد اللعيبه اللي هم في مركز الشباب بيلعبوا باسم نادي دلفي. فحصل مشاكل يعني وقتها مفيش لعيبه هتروح هناك تاني وخلاص. فكان من سوء حظي ان هم بيسجلوني وانا مش بلعب كمان. يعني انا بالصدفه بقى البحثه ان انا ارجع الفولي تاني وخلاص سبت الفولي ومش ما خلاص الموضوع خلص يعني. ففي منتخب المدارس فكنت بلعب باسم مدرستي، بعد كده في مدرب اللي كان بيمرن الانتاج الحربي كان موجود وقتها كويس شافني، فكان في بنت بنوته معانا من عندي من البحيره بتروح النادي ده، فقال لها في لعيبه انا شفتها فممكن تجيبيها يعني، كنت صغيره 12 سنه 12 سنه كويس. فبعد كده بابايا طبعا كان رفض الموضوع، وانا كنت شاطره قوي وانا صغيره في المدرسه كنت بطلع من الاوائل كمان، فهو كان خلاص يعني بتذاكري كويس قوي وكمان ما شاء الله في الرياضه، فهو كان كنت شاطره قوي فهو كان خلاص بقى ركزي في يعني في المدرسه وخلاص الرياضه خلاص يعني انت لعبتي وخلاص. هوقفك عند نقطه، النهارده بابا بعد ما شاف دعاء الغباشي كابتن كبير ونجمه كبيره وناس كتير بيتكلموا عليها في العالم مش في مصر بس، قال لك ايه، الدراسه ولا الرياضه؟ لا ده انا بابايا دلوقتي داخل على في انتخابات مجلس اداره، رئيس مجلس اداره مركز شباب بيبان. بابايا داخل يبقى رئيس. لا دلوقتي رئيس. هو قال لك بعد ما اكيد ربنا يوفقه، لكن حب الرياضه. ما حب الرياضه خلاص يعني هو حب الرياضه بسبب دعاء. في اوقات كتير قوي يعني بابايا في الاول كان رافض ان انا اكمل بس هو دلوقتي في اوقات كتير قوي انا ببقى زهقت من حاجات معينه بتحصل ببقى انا عايزه يعني خلاص انا هقعد مش عايزه اكمل، لا انا بلاقيه هو لا هتكملي هو مش بمزاجك، فبلاقيه هو اللي بدأ يقفش عليكي. بالظبط ايوه والله بلاقيه هو اللي بيشجعني لا وما توقفيش. وقبل كده برضو يعني كنت بستشير بابايا في كل حاجه تخص يعني تخصني من الاول خالص، لا انا مش موافق، وطبعا يعني عندنا الموضوع مختلف شويه، ازاي بنوته تسافر لوحدها وتلعب في يعني في حته وتبقى قاعده في حته واهلها في حته. فالموضوع ده في الاول بقيت اعاني منه بس دلوقتي لا خالص انتهى الموضوع بالنسبه لك وبالنسبه لاهلي خالص يعني. مفيش مشكله، ست انديه رحتيهم بس اكيد لما دخلت نادي الاهلي الميزه مختلفه، الشكل تماماً مختلف تماماً. ايه الفرق الكبير بين هنا وبين هنا؟ بصراحه كل الانديه اللي انا رحتها يعني في لعيبه بتبقى يعني المفروض تبقى مركزه في الفولي، هي جايه عشان تلعب فولي فهي مركزه في الفولي. معظم الانديه اللي انا رحتها لا هي لعيبه مركزه في الاداره ومركزه في الفولي ومركزه في ان هي تبقى اداريه وان هي تبقى دكتوره. في النادي الاهلي لا هي اللعيبه رايحه عشان تلعب فولي، في دكتوره موجوده في اداري موجود هو المسؤول عن كل حاجه. انا رايحه بالظبط مش يعني موظفه اروح اادي تمريني ماليش دعوه باي حاجه تانية، كل واحد مسؤول عن الحاجه اللي بيعملها. فطبعا اداره محترمه جدا ودي اكتر حاجه اكتر ميزه يعني عجبتني من ساعه ما دخلت نادي الاهلي، كل واحد مسؤول عن حاجه هو بيعملها، اللعيب لعيب بس ملوش في اي حاجه تانية. دي حاجه مهمه جدا، لكن اكيد دي بالنسبه للاداره وبالنسبه لشكل النادي الاهلي وميزات النادي الاهلي، لكن التنافس داخل ارض الملعب داخل على فريق بطل افريقيا بطل الدوري بطل كاس ما شاء الله اللهم صل على النبي، داخله في وسط نجمات كبار هتخش ازاي هتعملي ايه طموحك فين رايح فين وجاي منين؟ وطبعا انا اكيد اكيد داخله فرقه عارفه ان الفرقه دي ما عندهاش حاجه اسمها غير المركز الاول بس ما بيعترفوش باي مركز تاني غير الاول، فطبعا ده حمل تقيل عليا المفروض اتمرن اكتر وان شاء الله نظهر بمستوى كويس جدا ونعوض الاصابات اللي موجوده عندنا السنه ده.
بس دي حاجه المفروض حاجه صعبه عليا انا شويه، ان انا زي ما حضرتك قلت بلعب في نادي هو بطل افريقيا ومش يعني مش بيعترف باي حاجه تانية غير البطوله. مفيش جمهور مش بيعترف بالزبط. الجمهور كان يعرفك قبل ما تيجي، لكن لما جيتي اكيد ضغط السوشيال ميديا عليكي اتضغط بشكل مختلف عليكي، وقالوا لك كلام كتير، قالوا لك ايه؟ هو في الاول خالص انا بابايا زملكاوي. لا كده مش هينفع، ما انا هقول لحضرتك بس هو انتماءه دلوقتي للاهلي، ف الجمهور يزعل منك جدا. ومامتي اهلاويه. لا خلاص خليها مع ماما. انا مع مامتي دلوقتي. تمام. فهو في الاول خالص انا بابايا هو اللي شجعني اروح الاهلي. هايل. وكان نادي الزمالك عرض عليا قبل ما اروح نادي الاهلي، حصل مفاوضات، وبابايا هو اللي اصر ان انا اروح الاهلي. قال لك يعني انا خيرت بابايا بين ده وده، قال لي لا الاهلي. زي ما قلت لحضرتك، قال لي نادي محترم ونادي بينافس واداره كويسه وهترتاحي فيه، وانت عايزه حاجه تزودك. ودي حقيقه، يعني انا وصلت للمرحله دلوقتي انا فعلا عملت كل حاجه، انا محتاجه بقى ابقى في فرقه هي بطل عشان نحقق انجازات مختلفه طبعاً. شويه. دعاء الغباشي شفتها وهي بتلعب في كره شاطئيه، بتلعب بروح وحماس منقطع النظير، ودي مواصفات لاعب النادي الاهلي. شايفه المرحله اللي جايه في النادي الاهلي شكلها ايه؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنحقق الثلاث بطولات اللي احنا ندخلهم، دوري وكاس وافريقيا. احنا معانا مدربين على اعلى مستوى، معانا جهاز فني عامه على اعلى مستوى. مش هقبل ان شاء الله باقل من اللي كان الاهلي بيحققه. جمهور الاهلي حماس وروح عالي جدا، ودعاء الغباشي عندها، تقولي لهم ايه النهارده؟ انا لما كنت بلعب في انديه، يعني في نادي الشمس في دجله، كنت بشوف الجمهور ازاي بيجي يشجع، وفي جمهور بيتخانق عشان يدخل يتفرج على الماتش لمجرد ان هو يشجع الفرقه دي. كنت بتمنى في يوم من الايام ان انا يبقى عندي جمهور زي ده، يعني الناس جايه بتشجعني. فدلوقتي انا بقيت جزء من الكيان ده وبقيت جزء من الجمهور ده، فانا مبسوطه جدا، ودي حاجه بسطاني انا شخصيا ان انا في وسط كيان زي كيان النادي الاهلي. ده حاجه محترمه جدا. لكن دعاء الغباشي خرجت من الاندور ودخلت على البيتش فولي، راحت بشكل مختلف وحققت نجاحات كبيره جدا. دخلت البيتش فولي ليه؟ هو مش ليه، هو انا دخلته صدفه. كان المدرب المدير الفني كان كابتن احمد عبد الله، وقتها في 2014 عنده فرقه كان لميس وفرح، هم دول بس اللي بيلعبوا بيتش فولي. فكان عندنا بطوله افريقيا، فهو بقى بيجي الدوري بيشوف الناس اللي ينفع يعني تلعب بيتش فولي مع الاندور. ليها مقاومات خاصه وليها حاجات معينه اللي ينفع يلعب اللعبتين يعني. فانا كنت من الناس اللي تم اختيارهم، وانا طبعا اول مره اروح قبل البطوله، كان وقتها قبل البطوله ب 10 ايام. 10 ايام اول بطوله لعبتيها في حياتك فولي بول؟ بيتش بول 2014. 2000 كانت فين؟ في تونس. قبلها ب 10 ايام رحت لعبت بيتش بول؟ لا، هو انا قبلها ب 10 ايام انا اتفاجئت ان انا من ضمن الناس اللي مسافره. مسافره؟ اتفاجئت. مش اتمرنت اتمرنت لا. انا سافرت على طول. سافرتي على طول؟ وقتها انا جيت كان عندي وقتها ماتشات مع الجامعه في المنصوره. سافرت قلت له كابتن انا خلاص يعني انا جايه اتمرن ويتفرج عليا عشان البطولات اللي بعد كده، كان وقتها اللي بعدها على طول تصفيات اولمبياد. فانا المفروض هتمرن لتصفيات الاولمبياد. فمشيت قبل السفر بثلاث ايام، لقيت المدرب بيكلمني، اخذنا اجازه الثلاث والمفروض هنرجع الاربع. فلقيت المدرب بيكلمني انت ما جيتيش ليوم الاربع. قلت له عشان انا يعني عندي ماتشات مع الجامعه. قال لي ماتشات ايه، انت مسافره معانا بعد بكره. فالموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا طبعا. حطيت في لعبه اول مره في حياتي العبها، بس الحمد لله من اول بطوله. روحك عاليه جدا وبتعملي شكل مختلف في البيتش بول. من اول بطوله يعني الناس ما كانتش متخيله ان انا دي اول بطوله العبها. وبعدها على طول كانت اكبر مفاجاه واكتر حاجه وصلت لها في حياتي طبعا ان احنا نصعد اولمبيكس. سريعه من البيتش فولي رحت الاولمبياد، بس في الاولمبياد حصلت شويه مشكله كبيره. مشكله ان انت محجبه، كانت مشكله هناك ان انت محجبه. احكي لي ايه اللي حصل قبل ما تسافري، او الكلام ده حصل هناك، او ايه بالظبط؟ اول حاجه خالص، انا اللعبه دي كنت داخله وعارفه ان اللعبه دي مش بتاعت محجبات. هي بصراحه مش بتاعت محجبات، انا بتكلم بصراحه. بالظبط.
وبرده حاجه تانية انا ما كنتش اعرف ان احنا ممكن نوصل فيها بسهوله كده لدرجه ان احنا نمثل مصر في محفل اكبر محفل رياضي زي الاولمبياد. طبعا دي حاجه ممتعه جدا. بالظبط. فانا اول ما دخلت خالص يعني سالت وطلع عادي ان ما فيش مشكله ان لعيبه محجبه تلعب. بس ده كان بعد موافقه من رئيس الاتحاد الافريقي دكتور عمرو علواني ونائب رئيس الاتحاد الدولي. كويس. هو جاب لنا موافقه لمصر طبعا حتى لو ينفع احنا عاداتنا وتقاليدنا مش هيسمحوا لنا ان احنا نلبس اللبس بتاع البيج بولي. مظبوط. فهو جاب لنا موافقه من الاتحاد الدولي وبعت لنا مواصفات لبس معين ينفع نلبسها. واول مفاجاه ظهرت فيها كان ماتش المانيا. لما ظهرتي بقيت حديث العالم. كل الناس بقت الصور الدعاء الغباشي متواجده تقريبا في العالم كله ان دي محجبه وبتلعب بيتش فولي، دي اول مره في تاريخ العالم. ايوه. شفتي الموضوع ازاي اثر عليكي ازاي الموضوع ده؟ انا اول ما خرجت من الماتش لقيت ناس كتير قوي بتكلمني من مصر وما ترديش على اي حاجه على السوشيال ميديا. انا ما اعرفش، ما كنتش فتحت فيسبوك ولا اي حاجه. انا بالظبط خلصت الماتش لقيت موبايلي بيرن من اتصالات من مصر. ما ترديش على اي حاجه على السوشيال ميديا. انا يعني ما فتحتش، ما شفتش اصلا. ايوه ليه ما ردش؟ يعني ايه المشكله؟ لا في يعني هو بصراحه التعليق اللي اتكتب على الصحيفه الالمانيه ان رغم اختلاف الثقافات الا ان الحاجه الوحيده اللي بتجمع بين الثقافات دي هي الرياضه. فدي ده كان تعليق بسطني انا شخصيا. ما فيهاش مشكله اعتقد. في ناس بقى من هنا من مصر ازاي احنا نلعب كده شكلنا وحش قدام الناس اللي بتلعب بكده؟ يعني تلعب انت بالظبط. احنا اول مره كان اول مره نصعد لاولمبي، اول عربيين، اول اتنين عرب من مصر. كنت انت ومين معاكي؟ انا وندى معوض. كويس. فالموضوع كان خضه بالنسبه لي ان انا واول مره العب في مكان فيه 10,000 متفرج، وال 10,000 متفرج بيشجعوا مصر. احنا بنخسر والناس بتشجعنا عادي خالص. والله احنا بجد بنخسر والناس بتشجعنا، وبعد ما خسرنا الماتش الناس كلها قعدت تشجعنا وقامت وسقفت لنا. هم بيحترموا لعبنا وبيحترموا ثقافتنا، بس احنا كمصريين في ناس يعني من جوانا دايما. بالظبط. دايما يعني لازم انت عارفه لازم بيدي مش نقد يعني يدوا كلمتين حلوين برضه، كل واحد برضه عمال يتكلم كلام مش مشكله، بس هنسمع الكلام ده. لكن خليني اسالك السؤال المهم بينهم. بتحبي تلعبي في الاندور ولا تحبي تلعبي بيتش فولي بصراحه؟ بيتش فولي. ليه؟ بحسها لعبه فرديه شويه. بطلع فيها، هي مش محتاجه عافيه خالص ولا محتاجه قوه، هي محتاجه تفكير ومحتاجه سنس ومحتاجه دماغ. بس هي مش محتاجه قوه خالص، يعني مش مطلوب مني ان انا ابقى قويه قد ما مطلوب مني ان انا ابقى فوت ورك بتاعي عالي، فتنس بتاعي عالي. فهي لعبه فرديه اكتر من ان هي جماعيه. وبصراحه المكسب فيها اسهل بكتير قوي من الاندورز عالميا، مش بس عالميا. طب هقول لك حاجه، هو نفس الملعب نفس المقاس؟ لا يعني اقل متر طول وعرض. يعني قدامنا اهي، قدامنا انت وفريده عسقلاني، اعتقد دي تصفيات افريقيه مظبوط؟ العاب الافريقيه. العاب دوره العاب الافريقيه برضو كسبتوا اول. اخذنا اول كل الماتشات 2-0. كل الماتشات 2-0، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا دي حاجه جميله. لكن قولي لي النهارده وانت بتلعبي جنب خمس لاعبات غير ما بتلعبي انت ولاعيبه، الملعب انا شايف الملعب كبير. ازاي بتوفقوا ده؟ يعني ازاي بتتمرني اندور وفي نفس الوقت كمان تتمرني اكيد ليها تدريبات خاصه البيتش فولي؟ ما هو احنا بنتمرن بيتش فولي في الفتره اللي احنا مش بنتمرن فيها اندور عشان طبعا الاصابات ما تحصلش، ما ينفعش نلعب اللعبتين مع بعض. فاحنا بيبقى في الاوف سيزون الفتره اللي احنا بنبقى موقفين فيها اندور بنلعب فيها بيتش فولي. فهي اللعبه اول حاجه خالص محتاجاها كوميونيكيشن بيني وبين فريده. دي أول نقطة. دي أول نقطة في اللعبة. دايما بيتشاوروا من ورا ظهركوا أرقام معينة. نفسي أسألك السؤال، يعني إيه الأرقام دي؟ وهل ده خطة في الملعب ولا إيه بالظبط؟ ولا بتروح يمين أو شمال؟ يعني الوضع شكله إزاي؟ هو في يعني بشاور لها بإيديا الاثنين، إيد بتشاور على البنت اللي هتلعبي عليها وماسكة زاوية أو لاين. واحد دي لاين، زاوية اثنين. على طول. فأنا بشاور لها من ورا هي هتقفل إيه في البلوك. وأنا هقفل العكس اللي هي المكان اللي هي هتقفل، يعني هي مثلا هتقفل لاين هقفل أنا زاوية. بيقولوا لي في الإيربيس ده كده دي أسرار اللعب وكده هنتكشف وكده. لا 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 دي عند اللعب. لا دي كل العالم عادي. لا دي كل العالم بيعمل كده. قولي لي استعدادنا إيه للموسم الجديد؟ احنا دلوقتي هنبدا ان شاء الله اول ماتش مع سبورتنج خلاص الجمعه الجايه. يعني بعد بكره ان شاء الله. بس احنا مستعدين واحنا واثقين في الجهاز الفني اللي معانا، وانا واثقه في زملائي كلهم. اول ماتش دعاء الغباشي داخل صاله النادي الاهلي ولا خارج؟ داخل. داخل. شايفاه ازاي وانت جايه كده يوم الجمعه وهتلعبي ماتش؟ فرقتي القديمه.
يعني ان شاء الله اكيد نتمنى لكم التوفيق، لكن شايفه المنافسه ازاي السنه دي في دوري كوره؟ انا شايفه ان الدوري السنه دي مش سهل خالص زي كل سنه. الفرق كلها بتدعم، والفرق كلها جابت محترفين، يعني سبورتنج جاب محترفه كويسه، والزمالك جايب 2 محترفين، واحنا الحمد لله يعني احنا كفرقه برضو يعني في فرق معينه حتى لو جبت لها 30 محترفه بس هم مش تيم ورك مع بعض، هم كل لعيبه كويسه لوحدها. بس الحمد لله في يعني فرقه الاهلي حتى وانا بلعب قدامهم انا شايفه ان هم فرقه كلهم بيكملوا بعض. فلازم يعني نشتغل على الحته دي، والحته دي هي اللي بتخلينا دايما ناخد بطولات كتير يعني. طيب احنا قدامنا جدول الطايره السنه دي باذن الله، فريق مباراه سيدات طايره الاهلي في الدور الاول، البدايه هنبدا مع سبورتنج في صاله الاهلي، والتاني مع الطيران والشمس شايفه، والرابع سموحه، المنافسه في اول 4 ماتشات قويه جدا. دي غير كل سنه، كل يعني سنه اعتقد الانديه لا خاف اللي هتيجي بعد شويه، لكن اول 4 ماتشات كده المنافسه فيهم قويه جدا. طبعا يعني كان كل سنه الاهلي بيبتدي ماتشات خفيفه بعد كده بتتقل مع نهايه السيزون. المره دي هو الدوري مش سهل، واول ماتشات اصعب ماتشات. فلازم نبقى مركزين قوي من الاول. شخصيتك اختلفت بعد ما دخلتي النادي الاهلي 3 شهور داخل النادي الاهلي، مظبوط؟ طبعا. شخصيتك اختلفت ولا ايه بالظبط اللي حصل؟ اكيد الكلام كثيرا حواليكي، واكيد كل الناس مستنيه دعاء الغباشي جوه النادي الاهلي. طبعا اكيد شخصيتي اختلفت تماما، بقى عندي حلم عايزه احققه، بقى عندي هدف ان انا فعلا جايه يعني ابقى اضافه للنادي الاهلي، وجايه احقق معاه بطولات. ده يعني برضو يعني الموضوع بالنسبه لي انا تحدي شويه، ان انا لازم اثبت وجودي في النادي الاهلي في وسط النجوم الكبار الموجودين، لازم يبقى ليا دور في الفرقه، لازم يبقى هو فعلا كابتن حمدي لما جابني الفرقه كان على حق ان هو يجيبني. قال لك ايه كابتن حمدي وانت جاي الفرقه؟ مين جابك النادي الاهلي؟ كابتن حمدي. كابتن حمدي الصافي اتكلم معاكي بقى، قال لك ايه وانت داخل النادي الاهلي بصراحه؟ هو قال لي ان يعني المفروض ان انا كنت برضو كابتن حمدي كلمني من سنتين قبل ما يكلمني، بس هو حصل شويه اختلافات كده، فيعني دجله كان عايز يوديني حته معينه، فهم فضلوا ورايا يعني لحد ما ودوني الحته اللي هم عايزين يودوني فيها، يعني هم عايزين يبيعوني في الحته اللي هم عايزينها. خلينا بلاش كده، في الاخر ربنا كرمك ودخلتي النادي الاهلي، لعيبه كبيره داخل النادي الاهلي، لكن كل اللعيبه في الوقت اللي احنا فيه بيفكر في الاحتراف الخارجي. دعاء الغباشي بتفكر في الاحتراف؟ انا دلوقتي بفكر ان انا ابقى من ضمن 6 في النادي الاهلي. ضمن 6 في النادي الاهلي، وفكره الاحتراف يعني احقق حاجه يعني انا كان نفسي ان انا العب في النادي الاهلي، دلوقتي بقيت بلعب في النادي الاهلي، ويعني لسه قدامي اهداف كتير قوي عايزه احققها مع الفرقه، بعد كده ممكن افكر. هقول لك سؤال غريب شويه، يعني مين مسك الاعلى في الفولي بول؟ كابتن توتو. اشمعنى تاني توتو؟ عشان دي احسن لعيبه، احسن لعيبه في افريقيا، واحسن من احسن لعيبه في العالم. مرنتي كابتن تاني؟ واجه التعامل مع نجمه كبيره زي تاني توتو؟ هي كانت اخت ليا قبل ما تبقى مدربتي. يعني انا في الشمس حتى لما مشيت كانت هي المدربه بتاعتي، وانا كلمتها قبل ما امشي وكلمتيها وانت جايه من وادي دجله للاهلي برضو؟ اكيد من الشمس. من الشمس لوادي دجله هي بتمرني في الشمس، يعني انا سبت الشمس وجيت الاهلي. تمام. فكلمتها على الصعيد الشخصي، قلت لها اكيد انت عايزه مصلحتي، وعايزه يعني اكيد انت شايفه مصلحتي مستقبلي، فخلي يعني ان انا سبت الشمس على حاجه على جنب، احنا علاقتنا ببعض زي ما هي. قالت لي لا طبعا، وانت لو في اي وقت احتجتي اي حاجه، احتجتي استشاره في اي حاجه، انا ما عنديش مشكله خالص، وربنا يوفقك ان شاء الله وشد حيلك، وكانت بتشجعني يعني. دعاء الغباشي بتشتغل ولا محترفه رياضه؟ محترفه دلوقتي رياضه. مش ناويه تشتغلي؟ والله وانا رحت اشتغلت وقدمت استقالتي تاني يوم. ليه كده؟ يعني رحت يوم ورجعتي على طول؟ لا الشغل كان هيبقى صعب قوي مع الفولي، وانا زي ما قلت لحضرتك انا داخله مكان جديد، لازم ابقى متفرغه في الاول تماما لحد ما اثبت نفسي، بعد كده الشغل مرحله هتيجي بعد كده. يعني هو الفولي دلوقتي كل حاجه في حياتي مراحل، فانا مرحلتي دلوقتي ان انا عندي تحدي جديد في النادي الاهلي، الشغل بقى بعد كده مرحله اللي جايه ان شاء الله. طموح دعاء الغباشي وقف عند النادي الاهلي ولا لسه عندنا طموح مختلف؟ هو ده اعلى حاجه في أعلى مصر. اعلى حاجه في مصر، لكن مش بره مصر. لا يعني هو في افريقيا. في افريقيا في اعلى حاجه في مصر وافريقيا بالنسبه لي طبعا. طموح دعاء الغباشي هيقف فين؟ هيروح لفين؟ يعني مش برضه ما هو ممكن يقف، انا حلم حياتي ان انا ان شاء الله العب طوكيو 2020 مع فريق بيتش فولي ولا
والله يعني هو صعب شويه موضوع الاندور ان احنا نتاهل فيه، بس يعني محتاجين دعم كتير ومحتاجين تمرين كتير قوي. الفرق اللي احنا هنلعبها مش سهله، فرق هي محترفه في فرنسا طول السنه بتيجي تلعب مع المنتخب بتاعها. فاحنا برضو الدوري عندنا مش قوي زي البلاد الثانيه، فمعظم اللعيبه اللي هم الكويسين بيلعبوا اساسي بيلعبوا في فرنسا، فدوري فرنسا طبعا دوري قوي جدا فبييجوا كويسين قوي. فالبيتش فولي اسهل كتير قوي ان احنا نتاهل من الاندور ان شاء الله باذن الله تتاهلي، لان فعلا ما شاء الله عليك انت وفريده. لكن عايزك تقولي كلمه فريده، لسه مخطوبه هي صح؟ عايزك تقولي كلمه فريده، دي زميله الملعب بقى، بصي للكاميرا وقولي لها يا انا فريده عامه انا بحبها جدا، ومن اكتر الناس فعلا اللي ارتحت معاها في الملعب، ومن اكتر الناس الجدعه والكويسه قوي، وما عندهاش خبص خالص. اللي في لسانها بتقوله لو انا كويسه هتقولي انت كنت كويسه النهارده، لو انا مش كويسه هتقولي انت محتاجه تظبطي حاجات. بجد شكرا لكابتن احمد العسقلاني، وشكرا لطنط فاطمه ان هم ربوا فريده. بجد انا بقول لها برضو الف مبروك يا ابو ليون يا كابتن فريده، يا ربنا يوفقك باذن الله، باذن الله بنبارك لك على خطوبتك، وان شاء الله باذن الله في يعني نتمنى لك حياه سعيده باذن الله مع شريك حياتك. لكن كلمه اخيره قبل ما نختم يا كابتن دعاء للاسره الكريمه. طبعا بابايا ومامتي واخواتي هم سر نجاح انا بوصل له، ودايما هم اكتر ناس بيشجعوني بيساندوني، واكتر ناس وقفوا جنبي في الاوقات اللي انا كنت بقع فيها، كان هم اكتر ناس بصراحه بيشجعوني بيقوموني. يعني تقول لهم ايه بالظبط؟ اقول لبابايا خلاص بقيتي نجمه وكبيره وكل مصر بتتفرج عليكي. اقول لبابايا بجد شكرا انك اديتني فرصه ابقى يعني شخصيه رياضيه ناجحه، ودلوقتي موجوده في احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في مصر نادي الاهلي. واقول لمامتي شكرا دايما على دعواتك، انا من غيرها فعلا مش هوصل لاي حاجه. من غير الدعوات بص مش بنمشي كلنا، من الاخر كلنا ماشيين بزق الدعوات. مامتي بصراحه يعني مش معايا، مع صحابي كمان، في ناس من صحابي يكلموني يقولوا لي خلي مامتك تدعي لنا. خليها تدعي لنا، انا كتير جربت الكلام ده بصراحه. تقولي لي اخواتك في حد بيلعب فولي ولا لا؟ في صغيره بتلعب فولي. بتلعب فولي فين بقى؟ في دلفي. في دلفي وهتمشي نفس السكه؟ لا بس يعني ان شاء الله يعني يكون مستقبلها احسن مني باذن الله. هي شاطره، هي صغيره ومن صغرها هي اشطر مني كمان. اسمها ايه؟ حبيبه. عندك حبيبه وعندك اخوات مين تاني؟ شاهد. احنا خمس بنات وولد ما شاء الله. ما شاء الله. عندي اختي وعندها بنوته زي القمر ليليان. فولي برضو ان شاء الله انا هلعبها فولي. بابا مش بيحب الفولي بس انا هلعبها فولي غصب عن بابا. فولي يا كابتن دعاء، فولي لازم. مفيش خالص. وعندي الاء وعندي شهد وعندي حبيبه واحمد بقى الولد اللي جه في الاخر بقى بعد الصبر بقى. بنقول لك نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله باذن الله بروحك الجميله ودمك الخفيف اللي احنا شايفينه وكل الجمهور شافه نتمنى لك باذن الله يعني مواسم موفقه مع النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله. فعلا النهارده كابتن دعاء الغباشي نورتنا، فعلا طلتها معانا كلام جميل، عندها روح وحماس متواجد فيها وهي داخله النادي الاهلي اللي هو نادي الروح والحماس. نتمنى التوفيق ليها ونتمنى التوفيق لفرقه الفولي. لكن قبل ما اختم بقول لجمهور النادي الاهلي ما تمشوش من على شاشه قناه الاهلي، لان في حوار مهم على طول مع كابتن عبد الحميد حسن في وجود ضيفه الكبير وضيفنا الكبير كابتن احمد ناجي. انتظرونا على قناه الاهلي ان شاء الله هتلاقوا حاجات كتيره متواجده معانا في اخر الحلقه. بشكركم والى اللقاء.